فمن تطوع خيرا فهو خير له. استجابة لحرص القيادة الرشيدة حفظها الله على صحة المواطنين والمقيمين، وانطلاقا من رؤية الجامعة 2030 بأن تكون جامعة فاعلة في الشراكة والمسؤولية المجتمعية، ساهم قرابة 200 متطوع ومتطوعة من طلاب وطالبات الجامعة في تقديم خدماتهم في عيادات مكافحة فيروس كورونا COVID-19 في محافظة الخرج، متمثلة بمركز اللقاحات الذي يقع في مبنى لجنة التنمية الاجتماعية بمركز اليمامة، ومركز لقاحات كورونا في المستشفى الجامعي، وكذلك مركز الرعاية الصحية الأولية بمدينة السيح. الحمد لله ما نقوم به واجب علينا كونا مسلمين، نسعى دائما لخدمة الدين والوطن، ونكرس طاقاتنا بالأشياء اللي تنفعنا وتعزز فينا روح المشاركة المجتمعية ومسؤوليتنا تجاه الوطن. نحن هنا لتنظيم دخول المراجعين وخروجهم وتطبيق الإجراءات الاحترازية من تباعد وتجنب الازدحام داخل المركز. والفرص التطوعية هذه تعزز ثقافة التطوع لدي ولدى الطلاب المشاركين، مما تنمي مهاراتي وقدراتي على التواصل مع المجتمع، وكذلك تجعلنا مطلعين وقريبين من المجتمع. نحن هنا نعمل بكل حب وتفاني وإخلاص، ونشكر جامعة أمير سلطان بن عبد العزيز على إتاحة الفرص التطوعية لنا، ونشكر أيضا مركز لقاحات كورونا بمحافظة الخرج على إتاحة الفرصة للطلاب والطالبات المتطوعين. التطوع ثقافة تتفرد بها المجتمعات الواعية، ونشكر الجامعة على هذه المبادرة. ونختم تقريرنا بمقولة قائد الإلهام والتطوع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للكوادر الصحية والمتطوعين في مجال الصحة: أبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي، اسمحوا لي أن أتحدث باسمكم داعيا المرابطين في الحدود والثغور من الممارسين الصحيين والمتطوعين من أجل خير الإنسان وصحته. إن عملكم العظيم تاج عز لكل فرد منكم، وفخر لنا بكم، وعبادة عظيمة ينمو أجرها إلى يوم القيامة. شكرا لأبطال العطاء لاستشعارهم روح المسؤولية.